تقولون عن فطومة؟ الحمد لله أمورها تمام، كل شيء كويس، الله لك الحمد، أنا معها. تعرضت مدونة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري لوعكة صحية خلال الساعات الماضية تسببت في نقلها إلى المستشفى، وكشفت شقيقتيها أمل ومريم تفاصيل وضعها الصحي. وقالت مريم إن فاطمة نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، وأكدت أنها سوف تخضع لعدد من الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على حالتها الصحية. مشاعري داخلة بجدار بين ناس بالمستشفى وناس مبسوطين. وقالت مريم في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات إنها تتبادل مع أمل الأنصاري شقيقتها رعاية فاطمة داخل المستشفى. وحاولت مريم طمأنة متابعي فاطمة على حالتها الصحية قائلة: الحمد لله أمورها تمام وكل شيء كويس، أنا الحين معاها في المستشفى، تعبت الأمس الفجر وقالوا إنها لازم تفضل لبكرة في المستشفى. وتابعت: تصدقون وأنا كده قاعدة بفكر بيني وبين نفسي وأقول استغفر الله العظيم، شو قاعد يصير؟ كل شوية واحدة فينا تطيح، والله ما مبالغ بس أحس شوية الوضع مو مزبوط. وش ذا الحلاوة الزين يا بنت الشيوخ الأصيلة، عاد عيدك وأصبح العيد عيدين في طلتك وانتي بأكمل زين. وأشارت إلى أن أمل كانت معها في المستشفى منذ البداية متابعة. أختي أمل المسكينة من الفجر كانت معها، والآن دوري أنا أقعد معها، والحمد لله هي قدامي نايمة، لكن الصبح كانت تعبانة وايد وصراخ من شدة الألم، لكن الحين الحمد لله أحسن. في دورها نشرت أمل الأنصاري عددا من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات من داخل المستشفى، أكدت فيها تحسن حالة فاطمة خصوصاً بعد تلقيها العديد من الأسئلة حول تفاصيل حالتها الصحية. ما كان غيرك في حياتي مطمعي في قلبي الأوحد. وعلقت أمل الأنصاري بالقول: أبشركم الحمد لله كويسة وطيبة، والله لا يخلينا من حبكم جميعاً وشكراً على السؤال. مؤكدة أنها لم تكن تستطيع الظهور خلال الساعات الماضية لعدم قدرتها على التركيز بسبب مرض فاطمة. ونشرت أمل الأنصاري صورة من داخل غرفة شقيقتها من المستشفى وكتبت عليها: أسعد أختي في كل تفاصيل حياتها، وابعد عنها كل شر يا رب، أسعد أختي وقرب لها الخير حيث كان. وأضافت: الأخوان والأخوات لا يعوضون مهما أحببتم من الناس، شكراً لكل الرسائل، الكلام الطيب من أجل الإطمئنان على فاطمة. الطنبقة ها؟ الطنبقة يعني مبقق عيني، والله مبقق بوجهي. من جانبه عاد يعقوب بوشهري زوج فاطمة الأنصاري إلى المملكة العربية السعودية من أجل الإطمئنان على حالة زوجته، حيث نشر صورة في الطائرة وهو يعتذر من خلالها عن بعض أعماله واللقاءات التي كان سيقوم بها بسبب ظرف طارئ يمر به. رحلي قصيد ودور عذب كلامه.